إذا كنت صانع محتوى أو حتى لو توك تبلش وحاب أن تعرض شغلك بطريقة احترافية وما تتكلف وايد، اليوم جايب لك جنطة راح تختصر وقتك وتوفر فلوسك وتنقلك من إلى. السلام عليكم، معاكم أسامة الإبراهيم. أي صانع محتوى حاب أنه يتميز في مجاله لازم يركز على أكثر من نقطة. لازم يركز على المحتوى ماله أنه يكون محتوى مميز ومحضر له زين. لازم يركز على جودة الصوت، لأن إذا الصوت عندك كان سيء الناس ما راح تكمل طالع محتواك، راح تنزعج. لازم يركز على الإضاءة إذا هو كان يبي يروح ليفل أعلى عشان يبين عند الناس إنه هو كواليتي نظيف، وحتى الناس راح تنشد أكثر للفيديو إذا كانت إضاءتك مرتبة. ولازم يركز طبيعي على جودة الفيديو تبعه وإنه يطلع بكواليتي ممتاز. فبهالجنطة AAB حاطي لكم مجموعة معدات من شركة نكسلي راح تختصر وقتك وكل شيء موجود داخلها عشان تنقل نفسك من إلى. وهذه الجنطة، حلوين؟ هذه المنتجات اللي عندنا، عندنا إضاءة RGB، عندنا ميكروفون، عندنا كابتشر كارد وبعض الإكسسوارات. خلونا نلف الجنطة كذي عشان نقدر نشرح على راحتنا. طبعاً كلمة نكسلي اللي هي اسم الشركة مستوحى من اللغة اللاتينية ومعناتها التشابك أو الترابط، وعندهم مجموعة منتجات، لكن في هالجنطة حطوا لنا 3 منتجات وفعلاً المنتجات كلها مترابطة بحيث أن أنت تطلع بكواليتي مميز. عندنا في البداية هذه الإضاءة RGB المميزة اللي فعلاً استانست عليها لأن فيها أكثر من شغلة حلوة. أول شيء عندنا الكلفن فيها يبلش من 2500 اللي هو درجات الأصفر، أو ممكن يصعد وياك إلى 8500. الرينج هذا مو أي إضاءة RGB تعطيني، رينج وايد ممتاز. شغلة ثانية قوة الإضاءة صراحة، مع أن الإضاءة حجمها صغير لكن أنا الحين حاطها على 37%. إذا زدته هذا 100% إضاءة وايد ممتازة وعالية. زين، بعدين عندنا ضغط على زر ست راح يوديني على وضع الألوان اللي هو RGB. ممكن أنا أتحكم في الساتوريشن بحيث أزيد تشبع اللون نفسه، ممكن أضغط أتحكم في الهيو اللي هو أغير لون الإضاءة على حسب اللي أنا أبيه. كل الألوان موجودة ممكن أنا أتحكم وحدها. وآخر شيء طبعا عندنا اللي هو وضع الـ FX، عندنا أوضاع مخزنة، مثلا هذا وضع دورية سيارة الشرطة، عندنا أكثر من وضع ثاني، مثلا عندنا اللي هو الفلاش، وعندنا إضاءة التلفزيون، وعندنا آخر شغلة اللي هي الإضاءة اللي تنتقل من لون للون يصير لها لوب تتغير. فهذه كلها إضاءات وأوضاع موجودة داخل الإضاءة هذه، زائد طبعا فيها هم قطعة مثل ستاند صغير تقدر تحركه وتثبته على أي سطح عندك، وطبعا من نفس القطعة الحديدة هذه ممكن أن أنت تركبها على أي ترايبود عندك. فهذه شغلة وايد حلوة، حط الإضاءة أي مكان وتثبت، ونفس ما قلت لكم الخواص فيها. نروح حق الشغلة الثانية واللي هو الكابتشر كارد، وهذا الكابتشر كارد بالذات مميز عن باقي الأشياء اللي موجودة بالسوق. 3 مميزات راح اشرحها بعد شوي، بس خلنا نعرف شنو هو الكابتشر كارد حق اللي ما يعرف. الكابتشر كارد هو عبارة عن قطعة تساعدنا في ان احنا نطلع جودة عالية على الانترنت، سواء انا عندي ميتنج على زوم، او عندي مثلا ابي اطلع ربع الجيمينج على تويتش، او مثلا انا ابي اطلع لايف على يوتيوب او انستغرام، بس من الكاميرا مو من الويب كام مالت اللابتوب نفسه. فراح اوصل كاميرتي مع الجهاز اللي عندي لابتوبي عن طريق كيبل HDMI. بس شو راح يتعرف عليه؟ شو راح ياخذ اللابتوب يتعرف على كاميرتك بجودة عالية؟ راح نحتاج شيء مثل هذا اللي هو يسمونه كابتشر كارد. انزين، راح نوصل كيبل HDMI من الكاميرا للكابتشر كارد هذا. هذا الوضع الطبيعي. شنو الثلاث مميزات؟ عندنا هني منفذ HDMI out. شنو يعني؟ يعني راح اسحب كيبل HDMI من مكان الاوت وراح اوصله في مونيتر خارجية عشان اشوف الشكل غير اللي انا اصلا موصله باللابتوب. فهذه الشغلة ما شفتها فيه ولا كابتشر كارد من قبل. الشغلة الثانية، في مكان هني هيدفون ممكن أنا أوصله وأسمع، مو بس أنه والله أوصل باللابتوب وأسمع من اللابتوب، لا، ممكن أسمع أنا دايركتلي من الكابتشر كارد. وآخر شغلة طبعا الكابتشر كارد العاديين يون USB عادي، هذا يي USB Type-C، فراح يساعدنا في أن احنا لما نوصله حتى في جهازنا أنه يكون سريع. والمفروض من خلال هذا الكابتشر كارد أنه هو يدعم 4K 60 فريم، ممكن أن تبث على الإنترنت، لكن كله يعتمد هم على السيتنجز اللي أنت تحطها وسرعة النت وغيره من الأشياء. فهذا الشيء المميز في هذا الكابتشر كارد. نروح حق آخر منتج اللي هو الميكروفون. عندنا طبعا أسامي
المنتجات من شركة نيكسلي كلها مستوحاة من اللغة الفنلندية. فمثلا عندنا الإضاءة اسمها فالو معناتها الإنارة باللغة الفنلندية، الكابتشر كارد اسمه فيرتا معناتها البث المباشر، وعندنا الميكروفون اسمه فوكو معناتها المحادثة. نرجع حق المايك، وصراحة عجبني لأكثر من سبب. أول شيء إنه يتعرف حتى على ايباد، مو بس على اللابتوب، ممكن إذا وصلت على ايباد من خلال منفذ اليو اس بي سي يتعرف عليه، ممكن تسجل أنت فويس أوفر، أو حتى إذا طلعت مثلا لايف بالإنستغرام من ايبادك تاخذ صوت دايركت من هذا المايك. رحيم مع المايك طبعا داخل جنطة اللي هو البوب فلتر، حلو، ويا ترايبود والهولدر عشان يمسك القاعدة طبعا مع الوصلات. عندنا بالمايك بعد أكثر من فانكشن حلو صراحة. أول شيء عندنا خيار الجين، ممكن أنا أتحكم بالجين هني اللي هو حساسية المايك نفسه، بحيث إذا زدت الجين راح يزيد حساسيته، وممكن يستقبل إذا أنا قاعد داخل المكان يستقبل ياي صوت المكيف، أو مثلا إذا كنت أنا أوتدور يستقبل هم صوت الإزعاج اللي يمي السيارات وغيره. فكثر ما أقدر أحاول إن أنا أقلل على الجين وأقرب من المايك، لكن ممكن هم إن أنا أرفع لليفل معين بحيث يكون معقول. الشغلة الثانية الزر اللي موجود تحت اللي هو الفوليوم. شنو هذا الفوليوم؟ الفوليوم إن أنا أقدر أصلاً أوصل هيدفون دايركت هم مع المايك. إذا وصلت الهيدفون دايركت ممكن أنا أتحكم بالفوليوم وأسمع نفسي وأنا قاعد أتكلم دايركت من خلال هذا الزر. فعندنا الجين أتحكم في حساسية المايك، والفوليوم عشان أتحكم في السماعة اللي أنا موصلها مع المايك دايركت. في عندنا زر هني اللي هو زر ميوت، ممكن إذا أنا أبي بزر واحد أسوي ميوت، مرة ثانية أرجع حق الوضع الطبيعي. في خيار هم وايد حلو موجود بالميكروفون هذا، إنه ممكن أنا أحوله من كارديويد إلى باي دايركشنال بضغطة زر. شنو يعني؟ إذا كنت أنا حاطة على الكارديويد ممكن أستفيد منه إذا أنا كنت أبي أسجل فويس أوفر، إذا كنت بروحي أبي أسجل راح أحط المايك قدامي وأسجل ويطلع تسجيل إن شاء الله نظيف. لكن إذا أنا كنت أبي أستعمله نظام البودكاست، عندي مقابلة شخصين جبال بعض قاعد يسولفون، ممكن أنا أحوله حق الباي دايركشنال، فراح يصير يستقبل الصوت من هذه الجهة ومن هذه الجهة بعد، فيكون المايك بالنص بيننا قاعد يستقبل اثنين، صوتنا يكون بيرفكت. لكن إذا كنت أبي أقلل من حساسية الصوت نفسه وما يأخذ الإزعاج وكنت راح أستعمله بروحي، الأفضل طبعا أن أنا أحطه على خيار الكارديويد. فهذه هي جنطة نيكسلي لصناع المحتوى اللي راح تنقل مستواهم من إلى، والثلاث منتجات اللي داخلها إضاءة الفالو، الكابتشر كارد الفيرتا، والميكروفون الفوكو. إذا استخدمت هذه المعدات وعرفت شلون توظفها صح إن شاء الله راح تطلع في محتوى مميز. حاليا في عرض على الجنطة هذه ومحتوياتها مع AAB، تقدرون تشوفونه وتستفيدون من العرض حق صانعين المحتوى. شكرا AAB وشكرا شركة نيكسلي على توفير هذه الحقيبة. يعطيكم العافية ونشوفكم على خير.